خلال زيارته التفقدية بمحافظة السويس، رئيس الوزراء يؤكد أنه جار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة. السلطات في لوغانسك شرق أوكرانيا تعلن تعرض إحدى المدارس للقصف بثلاثة صواريخ من تراس هايمارس الأمريكية. وفي الاقتصاد نتابع: صندوق الإسكان الاجتماعي يحصد المركز الثاني بجائزة الإدارة المبتكرة من الرابطة الإفريقية للإدارة. تفاصيل نشرة الأخبار من الفضائية المصرية، مرحبا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لا تدخر جهدا في ملف تطوير العمل الإداري والتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه جار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. شرفت في البداية طبعا بافتتاح المركز التكنولوجي في الديوان عام المحافظة الجديد، ويمكن المركز يعني ده ضمن خطة الدولة لموضوع التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات اللي بتقدم للمواطن. وزي ما حضركم شفتوا معانا النهاردة يعني نقلة كبيرة جدا وفي تحرك كبير من الدولة علشان تيسير الخدمات للمواطن، والأهم يبقى يعني ما فيش اتصال مباشر ما بين الموظف والمواطن، اولا لتيسير الاجراءات وكمان درءا لاي شبهة فساد ممكن تحصل من خلال التواصل المباشر اللي بيحصل. على جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة السويس لها طابع معماري قديم، حيث أن نسبة كبيرة من مبانيها تهالكت، لذا كانت توجيهات الدولة بالعمل على تقديم خدمات إسكانية مناسبة لأهل المحافظة وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا يمكن هنا نتكلم أن يعني مدينة السويس تحديدا، طبعا المدينة معروفة بتاريخها، و المدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي أنشأتها الدولة بعد حرب 73، ويمكن بعضها كمان قبل 73. ومشكلة هذه المناطق بمنتهى الأمانة إن لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها، ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده. ونتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان تهالك شديد جدا للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها. فإحنا يمكن كان في 35 مدينة سكنية، سيادة المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب أن يتعمل لها تطوير، الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس للحكومة أن إحنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية، يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل أهالينا اللي عايشين فيها واللي بيقطنوا هذه المناطق. كان رئيس الوزراء قد استهل زيارته لمحافظة السويس بلقاء نواب المحافظة في البرلمان، حيث أكد أن المحافظة ستكون لها أولوية كبيرة خلال هذه المرحلة وستحظى بعدد كبير من المشروعات، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية من جانب الدولة. وخلال اللقاء أعرب نواب البرلمان بالمحافظة عن تطلعهم لزيادة الاهتمام بالقطاع الريفي، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بقطاع الحدائق. وفي إطار زيارته إلى محافظة السويس، شهد رئيس الوزراء افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس، وأثنى على جودة وإتقان الأعمال المنفذة به بما يتناسب مع المسيرة التاريخية من العطاء لهيئة قضايا الدولة. وتفقد مدبولي أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، وأشاد بجوانب التطوير وبخاصة استخدام التقنيات الحديثة التي تختصر الوقت والجهد وتخدم هدف العدالة. كذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروعات تطوير العمران في تحسين جودة الحياة لأبناء محافظة السويس وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس. وتشمل أعمال التطوير بمنطقة مساكن ناصر 17 عمارة سكنية على مسطح 30,000 مربع. وقد شدد مدبولي على أهمية مراعاة عنصر السلامة الإنشائية للعمارات القائمة، كما وجه بالمتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضي بحي السويس. وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا المشروع يستهدف تنفيذ صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي لمختلف الفئات المستهدفة في المجال الرياضي، ويشمل إقامة مستشفى يضم قسما للعلاج الطبيعي ومعملا إلى جانب عيادات لتخصصات مختلفة وكذا غرفا للعناية المركزة. وينضم إلينا من محافظة السويس مراسل أخبار مصر هشام حامد. هشام، إذن أطلعنا على أهم محطات جولة أو بقية محطات جولة رئيس الوزراء في محافظة السويس. نعم، يعني جولة رئيس الوزراء في محافظة السويس ما زالت مستمرة ومتواصلة، حيث يتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدد من المشروعات القومية الكبرى في المحافظة، وأيضا عدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية. قبل قليل تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المجمع الطبي العملاق في المحافظة، والذي تم إنشاؤه حديثا ضمن مبادرة السيد الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل. هذا المجمع يضم أكثر من 430 غرفة، ومن المقرر أو المتوقع افتتاحه منتصف أو في النصف الأول من العام المقبل. هذا الصرح كما وصفه رئيس الوزراء مدينة طبية متكاملة، سيتم إنشاء مثيل له في كل محافظة عند تطبيق النظام التأمين الصحي الشامل. أيضا رئيس الوزراء تفقد عدد من مشروعات الإسكان. محافظة السويس من المحافظات التي يوجد بها عدد من مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة عقب حرب 73، ولكن مع مرور الزمن هذه المشروعات الإسكانية تقادمت وتهالكت بنيتها التحتية، وبالتالي هناك مشروع كبير يضم 35 مدينة سكنية في محافظة السويس تقوم الدولة الآن بتطويرهم، رفع كفاءة البنية التحتية في هذه المساكن وتطويرها بشكل كامل. أيضا سرعة السويس بطول 40 كيلومتر، رئيس الوزراء تفقد رفع كفاءتها وتطويرها وتبطينها، وطبعا تبطين الترع من المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في جميع المحافظات الآن. أيضا تفقد رئيس الوزراء في إطار توجه الدولة نحو الميكنة والرقمنة، افتتح صباح اليوم في بداية الجولة الديوان أو مبنى الديوان العام الجديد للمحافظة والمركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين، بما يسهل ويسر تقديم الخدمة للمواطنين. أيضا افتتح مبنى هيئة قضايا الدولة ومجمع محاكم السويس، وأيضا هناك رقمنة وميكنة في هذه المنشآت القضائية. نعم، شكرا لك هشام حامد مراسل قطاع الأخبار، شكرا جزيلا لك من السويس. أكدت السيدة انتصار السيسي ضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المجتمع. وفي تغريدة نشرتها السيدة انتصار السيسي على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم حقوق الإنسان، قالت إن مؤسسات الدولة تعمل بجهد لضمان صون كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له. وفي هذا الإطار أكدت وزارة الخارجية أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الحقوق المتساوية الثابتة للإنسانية، كما أنه يمثل فرصة للتأكيد على التزام مصر بالاستمرار في الإسهام في بناء وتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن السعي الدؤوب للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، انطلاقا من رؤية واضحة وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل. وفي هذا الإطار شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم والبالغ قيمة قيمتها 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.
أفادت الشرطة المحلية في جزيرة جيرزيا التابعة لبريطانيا بوقوع انفجار في بناية بالجزيرة. وقالت الشرطة في بيان لها إنه لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين عقب الانفجار، بينما أفادت وسائل إعلام بمقتل شخص دون أن يتم التحقق على الفور من صحة تلك التقارير. أخلت الشرطة الألمانية مركزا للتسوق والمناطق المحيطة به في مدينة ديرسدن بشرق البلاد للاشتباه في احتجاز رهائن. وأضافت الشرطة الألمانية في بيان لها أن إدارة شرطة مدينة ديرسدن تنفذ حاليا عملية في وسط المدينة. من جانبها ذكرت مصادر صحفية ألمانية أن مسلحا قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث احتجز عددا من الرهائن. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات 24 الماضية 5 ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية، كما أطلقت صواريخ متعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية. وفي وقت سابق أكدت السلطات في كييف أن البنى التحتية للطاقة في محيط خيرسون جنوبا دمرت عمليا خلال انسحاب القوات الروسية، وأن الوضع معقد في أوديسا جنوب البلاد. وقالت مصادر أوكرانية أن 5 مدنيين قتلوا في أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا من دانييتسك شرقا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول أيضا التقدم نحو ليمان شرق البلاد التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر. أعلنت السلطات الموالية لروسيا في لوغانسك تعرض إحدى المدارس لقصف ب3 صواريخ من تروز هايمارس الأمريكية بالتزامن. أفادت مصادر روسية بأن القوات الأوكرانية قصفت أيضا منطقة خيرسون بالصواريخ هايمارس وقذائف مدفعية، إلا أن الدفاعات الجوية تصدت لها. وفي سياق متصل قالت السلطات في دونيتسك أن القصف الأوكراني خلال الساعات القليلة الماضية استهدف الأحياء المدنية وأدى إلى مقتل أحد الأشخاص وتسبب في حالة من الهلع بين السكان. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التأكيد على وقوف واشنطن إلى جانب أوكرانيا ودعمها في مجال المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية. وأضاف بلينكين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي في وارسو أن الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائها لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو وتنفيذ المفهوم الاستراتيجي الذي تم الاتفاق عليه. في نيويورك قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة من إيران بما في ذلك مئات الصواريخ البالستية. وقالت السفيرة البريطانية إن إيران نقلت منذ أغسطس الماضي مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا التي استخدمتها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكن طهران تنفي إمداد موسكو بهذه الطائرات، كما تنفي روسيا استخدام طائرات مسيرة إيرانية لضرب أهداف داخل أوكرانيا. على صعيد آخر، وافقت بيلاروسيا على عبور محاصيل الحبوب الأوكرانية المزمع تصديرها من خلال الموانئ الليتوانية عبر أراضيها. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش اجتمع مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي الذي أكد أن بلاده ستقبل دون شروط مسبقة عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها للتصدير من الموانئ الليتوانية. وكرر مجددا مطالب الحكومة البيلاروسية بالسماح بتصدير الأسمدة من بيلاروسيا التي تخضع حاليا للعقوبات. تظاهر 10,000 من أنصار أكبر أحزاب المعارضة في بنغلاديش للتنديد بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. واتهم مسؤول حزب بنغلاديش القومي المعارض حكومة حسينة بالتسبب فيما وصفوه بإضراب غير رسمي في قطاع النقل لمنع المواطنين من الانضمام للتجمع الاحتجاجي.
تشرع الحكومة الصينية في تخفيف إجراءات الإغلاق التي تفرضها في إطار سياستها الصارمة المعروفة باسم صفر كوفيد، حيث أعلنت التوقف عن فحص الإصابة بفيروس كورونا لسائقي الشاحنات وأطقم السفن الناقلة للبضائع محليا كسبيل لحل مشكلة شبكة سلسلة التوريد في الصين. إلى الهند، حيث خلف الإعصار ماندوس دمارا شديدا في البنية التحتية للمنطقة الساحلية بالبلاد، واقتلع الإعصار مئات من الأشجار وألحق أضرارا بالممتلكات والمناطق السكنية لكن دون وقوع ضحايا. يجتمع الحائزون على جوائز نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم في حفل بالحضور الشخصي تعقبه مأدبة رسمية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا التي تسببت في تقليص المراسم في العامين الماضيين. وسيحضر العديد من الفائزين للعامين الماضيين حفل هذا العام فضلا عن الفائزين لعام 2022. وتمنح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية لخمسين عاما مقبلة، بينما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة. نظم حزب حماة الوطن أولى جلسات الحوار الوطني المحور المجتمعي الأسرة المصرية محاربة الغلاء، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة في بناء المجتمع والانطلاق به للجمهورية الجديدة. متابعة. بهدف توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنميته لانطلاق به للجمهورية الجديدة، أطلقت أمانة حزب حماة وطن بقنا الحوار الوطني تحت شعار المحور المجتمعي الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء. وقد عرض المشاركون في كلماتهم دور الأسرة المصرية من كافة النواحي وأهمية الحوار لإيجاد حلول جذرية للمجتمع. احنا النهارده في امانه انا بندير حوار وطني، ودعينا ليه نخبه من اساتذه الجامعه وقامات المجتمع علشان يكون لينا دور برضو كامانه في اداره الحوار الوطني. والنهارده ان شاء الله احنا هنناقش في دور الاسره المصريه في بناء المجتمع. الندوه اشتملت على عديد من النقاط المحدده، دور الاسره المصريه والحفاظ عليها، دور الاسره المصريه من الناحيه الدينيه، دور الأسرة المصرية من الناحية القانونية الحقيقة ومشاكل اللي بتمر بها الأسرة المصرية، ودور الأسرة المصرية في المستقبل إن شاء الله. المشاركون في الجلسة أكدوا أهمية تكاتف وتلاحم جميع أبناء الوطن في مكافحة الغلاء. أنا كأسرة مصرية أقدر أواجه هذه الأزمة إزاي؟ إن أنا أحدد أولوياتي وأعيد ترتيبها مرة أخرى في ضوء إمكانياتي المحدودة والتي لا تستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار، وبعد كده أتجه لما يسمى بالترشيد، يعني أستغنى عن السلع الغير ضرورية غير الضرورية واللي والتي أحتاج إليها فقط، وتقنين الكميات اللي أنا بستغلها. كل التعليمات وكل التقييمات وكل التوصيات اللي هو في الحوار الوطني النهاردة سوف يتم تصعيدها للقاهرة لتصعيدها للحوار الوطني العام، بحيث يبقى جميع الجمهورية وجميع المحافظات شاركت في الحوار الوطني، ما بقاش مقصور على محافظة دون الأخرى. المشاركون في جلسة الحوار الوطني شددوا على أهمية الحوار وتبادل الأفكار بين أبناء المجتمع والتي دعت إليها كافة الأديان السماوية. المجتمع والأسرة بل الدنيا كلها في حاجة إلى أن تتحاور، لأن الحوار يقضي على الخلاف وينشأ من خلاله مجتمعا سليما يحيا في سلم وأمان،
ودي حاجة مشرفة لكل الوطن. كل ما يبقى فيه حركة أساسية أكتر وكل ما يبقى فيه تواجد أكتر كل ما هنقدر نفرز خيالات ويكون فيه عمل اجتماعي لصالح البلد. إن شاء الله مصر كده تكون في تقدم دائما وتحيا مصر. وتعد جلسات الحوار الوطني فرصة عظيمة لكل مواطن للمشاركة في تنمية المجتمع وإبداء رأيه في كافة القضايا التي تهم المجتمع. لمياء موافي، التلفزيون المصري. اقتصاد الثانية، أهلا بكم. أصدرت وزارة المالية دليلا مبسطا بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، موضحة فيه قواعد وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة التصديرية. ووجه وزير المالية محمد معيط باستمرار تحديث الدليل المبسط بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين كلما تقررت حوافز ومزايا جديدة بالقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، ذلك إلى جانب مد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال لتوعيته بما تتضمنه التشريعات المصرية من حزم تحفيزية داعمة للأنشطة الاستثمارية وتوفير بنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب التوسعات التنموية والإنتاجية. حصد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المركز الثاني بجائزة الإدارة المبتكرة لعام 2022 ضمن فعاليات المائدة المستديرة 41 لمؤسسة الرابطة الإفريقية للإدارة العامة، والتي انعقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 من الشهر الجاري بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. وقال وزير الإسكان عاصم الجزار إن هذه الجائزة هي الثالثة لصندوق الإسكان الاجتماعي في خلال 2 فقط، مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين أصبح من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد أن الجائزة تركز على نشر ثقافة الإبداع والابتكار في القطاع الحكومي وتسلط الضوء على إنشاء المنصات الإلكترونية للأعمال الحكومية بما يوفر الشفافية اللازمة للمواطنين. اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة الانتقال الإقليمية لرومانيا إلى التي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة 2,140,000,000 يورو لدعم الانتقال العادل في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وذكرت المفوضية أن هذه الأموال ستأتي في إطار صندوق الانتقال العادل لمساعدة رومانيا على متابعة التزامها بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2032 ودعم العمال المتأثرين بالتحول المستمر في مجال الطاقة. وأشارت المفوضية إلى أنه سيتم تخصيص أموال لست مقاطعات والتي تعتمد بكثافة على مناجم الفحم النشطة وصناعات كثيفة الكربون مثل الصلب والأسمنت والأسمدة. انخفضت أسعار النفط العالمية عند التسوية مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة أشهر وسط مخاوف متنامية من الركود وبيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة. وتراجعت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برنت 5 سنتات لتصل إلى $76.10 للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا ليصل إلى $71.02 للبرميل عند التسوية، مسجلا أدنى مستوى له هذا العام. إلى أسواق الذهب العالمية والذي ارتفعت أسعاره رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% ليصل إلى $1,798.40 للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب بنحو 0.5% لتبلغ $1,810.70
عند التسوية. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم الثانية وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. خلال تفقده عددا من المشروعات بمحافظة السويس، رئيس الوزراء يؤكد أنه جار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة. السلطات في لوغانسك شرق أوكرانيا تعلن تعرض إحدى المدارس للقصف بثلاثة صواريخ من طراز هاي مارس الأمريكية. ودائما على مسبيرو دوت إيجي مزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.